في حديقة في برلين لفتت انتباهه طفلة تبكي بسبب أنها فقدت دميتها. عرض عليها أن يساعدها في البحث لكنه لم يجد شيئا، فاقترح عليها أن ترجع لبيتها وأن يقابلها في اليوم التالي ليبحثا مجددا عن الدمية. لكن في البيت قرر كافكا أن يكتب رسالة على لسان الدمية للطفلة ويسلمها لها في الموعد، لأنه كان أكيدا أن الدمية ضاعت للأبد. الرسالة كانت: صديقتي الغالية، توقفي عن البكاء أرجوك، إنني قررت السفر لرؤية العالم وتعلم أشياء جديدة، سأخبرك بالتفصيل عن كل ما يحدث لي يوميا. عندما تقابلا قرأ الرسالة للطفلة التي كانت تسمع والابتسامة والفرحة ظاهرتين على وجهها رغم الدموع. هذه لم تكن الرسالة الوحيدة، بل كانت البداية لسلسلة لقاءات ورسائل بين كافكا والفتاة، تحكي فيها الدمية للفتاة عن مغامراتها وبطولاتها بأسلوب ممتع جميل وجذاب. وبعد مرور فترة من الزمن وانتهاء المغامرات الكثيرة، أهدى كافكا للبنت دمية جديدة كانت مختلفة تماما عن القديمة، ومعها آخر رسالة على لسان الدمية: صديقتي العزيزة، إن الأسفار غيرتني، لكن هذه أنا. كبرت الفتاة وبقيت محتفظة بدمية كافكا إلى أن جاء يوم واكتشفت رسالة أخيرة ثانية كانت مخبأة في معصم دميتها، وجاء فيها: الأشياء التي نحب معرضة للفقدان دوما، لكن الحب سيعود دوما بشكل مختلف. كافكا.